هذه قضية، لحظة، هذه قضية خلينا نقول اللي هي غياب المؤلف أو موت المؤلف، ما نادى به بارت بموت المؤلف وغياب النص وغياب الدلالة وغياب المركز، وبقي فقط المتلقي. هم يريدون المتلقي. هنا السؤال، لماذا فقط؟ يعني كل شيء، كل أطر، يعني أنت حين تعرف الأدب ماذا نقول عن الأدب؟ خطاب. خطاب من ماذا؟ مبدع ومتلقي ورسالة ولغة. اللغة هي المادة الخام. إذا غيبت كل هذا وبقي هو المتلقي يفتي ما يريد، إذن أين ذهبت كل معطيات النص، النص الأدبي؟ هذه قضية طبعا، يعني ويمكن كما قالها الدكتور حسن خليفة، دعهم يجربون والزمن قادر على أن يكشف الغث من السمين. يتخوف الكثير من الأكاديميين والجامعيين وحتى الكتاب والأدباء من فضاء النشر على الإنترنت. ترى ما مرض ذلك التخوف؟ يعني ما هو وجه الخوف الذي يثيره هؤلاء؟ لاحظ، النشر عبر الشبكة العنكبوتية، أنا كما قلت لك، هو يعني ميسر الأمر، لكن عدم وجود رقابة، الخوف من التلصص، من السرقات في زمن أنت يعني تنهار فيها كل القيم المنظومة الأخلاقية، هذه كلها قضايا يعني تقول لك لا، أنا أنشر في كتاب وأنشر بحثي في مجلة ورقية محكمة أفضل من أنشره في فضاء لا أدري من سيدخل عليه ومن سيخرج منه. يعني لذلك تظل إنه هذه الشبكة للأسف الشديد هي شبكة غير محكومة بأي معايير ولا أي قيم، لكن أنا أقولها يعني تظل يعني لها إيجابيات، منها نعم هي وسيلة للنشر السريع، هذا بالمطلق لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، إنه وسيلة للنشر السريع، وربما إذا كانت هناك بعض المنتديات، بعض المواقع التي تراقب وتكون فيها رقابة حقيقية، ربما فعلا يعني تشجع الأكاديمية على النشر، ويعني كما ينشر ويثق بالمجلة الورقية والكتاب الورقي يثق بالموقع عبر الشبكة العنكبوتية.